اهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الاهلي والى العناوين. محمود طاهر يصل تونس لرئاسة بعثة الاهلي. الاهلي يخوض مرانه الاول في سوسة الليلة. الاختبار الطبي يحسم مشاركة عاشور امام النجم. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. وصل المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الى تونس اليوم الجمعه لرئاسه بعثه الفريق الكره المتواجده حاليا في مدينه سوسه. وكان في استقبال طاهر سمير عدلي مدير العلاقات الخارجيه بالنادي وممثل من السفاره المصريه في تونس. واصطحب عدلي المهندس محمود طاهر الى مقر اقامه البعثه في سوسه للاطمئنان على سير الامور التنظيميه وتلبيه كافه طلبات البعثه قبل اللقاء المرتقب امام النجم الساحلي التونسي بعد غد الاحد في ذهاب دور الاربعه بدوري ابطال افريقيا. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه بعد قليل على الملعب الفرعي لاستاد سوسة. وكان الفريق قد تدرب خلال الأيام الماضية بتونس العاصمة على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي بتونس وعلى الملعب الفرعي لاستاد المنزة وملعب الجامعة قبل أن تنتقل البعثة إلى مدينة سوسة. ويخوض الفريق مرانه الأول في مدينة سوسة بعد وصول البعثة أول أو أمس الخميس. يغيب حسام عاشور لاعب وسط فريق الاهلي عن المران الجماعي اليوم الجمعه ويكتفي باداء بعض التدريبات التاهيليه والعلاجيه. وكان عاشور قد اجرى اشعه على الركبه لمعرفه حجم اصابته في الرباط الداخلي والتي تعرض لها في مران الفريق امس الاول الاربعاء. ومن المنتظر ان يجري اللاعب فحصا طبيا جديدا اليوم على ركبته لمعرفه موعد انتظامه في التدريبات الجماعيه للاهلي وموقفه من خوض مباراه النجم الساحلي المقبله. قال الدكتور خالد محمود طبيب فريق الاهلي ان احمد الشيخ لاعب الفريق يخضع اليوم الجمعه لفحص طبي من اجل الاطمئنان على اصابته ومعرفه موعد انتظامه في التدريبات الجماعيه للاهلي، موضحا ان اللاعب يسابق الزمن للحاق بلقاء النجم من خلال جلسات العلاج الطبيعي. وكان الشيخ قد تعرض للاصابه باجهاد شديد في عضلات الظهر منعه من استكمال مران الفريق امس الاول الاربعاء ولم يشارك ايضا في مران امس. يعقد حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي مؤتمرا صحفيا قبل مران الفريق غدا السبت للحديث عن مباراة النجم الساحلي لذهاب دور النصف النهائي ببطولة دوري الابطال افريقيا والمقرر لها الاحد المقبل. ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بحسام البدري قبل بنصف ساعة من مران الفريق المقرر له مساء غد السبت في 7:30 بتوقيت القاهرة على الملعب الاولمبي بسوسة. ولمزيد من التفاصيل ينضم الينا من تونس امير هشام مراسل قناة النادي الأهلي ليطلعنا على أهم التفاصيل.
لسه مستمرين معاكم، معانا اراء بعض التوانسه هنا وبالتحديد معايا احد الصحفيين عن مباراه الاهلي والنجم. شايف المباراه ازاي؟ والله المباراه صعبه جدا، صعبه للفريقين نظرا كونه النجم الساحلي يلعب في ملعبه ويطمح الى معنى الظفر بالشامبيونز ليج، ولا زاد حتى الاهلي زاد له مكانته، فريق كبير وزاح الترجي ومش تعرفوا مشكله الترجي والحمد لله انها فضت مشكله الترجي ورجع الدور الى بعضه ورجع فوزي بنزرتي للفريق ورجع حمدي المدب، ونشكرهم الزوز، هما زعماء كبار عندي في الكوره، لانه الواحد كيف يمر بازمه بخيبه امل ولا معناها كما نقولوا احنا لسه توابع الهزيمه من الاهلي متواصله بالنسبه لفريق بالنسبه للتكهن بالنتيجه هي صعب التكهن، لكن اللي يظهر لي الاقرب ربما النجم، ربما ما اقولش لان من انصار النجم ولا من انصار غادي تونسي لكن صعب في تونس، لكن موضوعيا في اقدام اللاعبين، اذا اللاعب لاعب بكل معنى قدراته وبكل معنى طموح وكذا فيكون النصر حليف الفريق نتاعه، هذا هو هو المصير المقابل هذا، فما حتى مصير اخر الا اللعب في الميدان، انا نوم كان بالميدان ما نومش بالتصورات راه، لان لي باع وذراع في كنت نكتب في الرياضه لكن تطرقت الى السياسه والمجتمع وكذا، لكن الميدان هو الفيصل، لانه فوق الميدان تتعرف نقاط الضعف ونقاط القوه نتاع الفريق، واللي باش يلعب على نقاط الضعف نتاع الفريق هو اللي باش ينتصر، نقاط الضعف طبيعي، فربما هذا الكره في قدم الاهلي والنجم. ايضا معي احد الصحفيين التونسيين استاذ جيلاني صحفي هنا في تونس، برحب بك في البدايه. مش في المباشر. جيلاني في توري اذاعه جوهره فهم من سوسه. اهلا وسهلا بك. قول لنا بقى الاجواء قبل مباراه الاهلي والنجم الساحلي هنا في سوسه، وهي مباراه ما بين ناديين كبار جدا وفي دور نصف النهائي، شايف المباراه ازاي؟ الاجواء كما المباريات الكبرى، اجواء اللي تسبق المباريات هذه باش تكون اجواء طيبه، خاصه انتم من غدوه ان شاء الله انتم تخرجوا للشارع تشوفوا الاجواء اللي موجوده في سوسه، اجواء نتاع مقابلات كبيره تحضيرا للموعد المهم هذا، لان مباريات الاهلي والنجم الساحلي ولا الاهلي واي فريق في تونس ديما تبقى مباراه كبيره وحدث كبير للرياضيين التونسيين واللي متعاطي كره القدم التونسي. شايف ان النجم الساحلي قادر ان هو يتخطى عقبه النادي الاهلي؟ بما انك صحفي تونسي عايز اعرف الـ الـ الاخبار بالنسبه للجماهير التونسيه وتوقعاتهم بالنسبه لفريقهم. شوف الاهلي يبقى الاهلي، لانه الاهلي كما تقولوا انتم في مصر فريق القرن، لكن في تونس عندنا زاد فرق كبيره وفرق يعني فرق عندها وزن حتى على الصعيد الافريقي، النجم الساحلي من الفرق هذه، صحيح انه الاهلي المصري تمكن انه واحدث المفاجاه، ما كان حتى واحد يتصور انه باش يترشح. ليه ما حصلت قبل كده كتير يعني؟ حصلت لكن على الورق والناس الكل ما كانتش تنتظر، وحتى احباء الاهلي كانوا ينتظروا في مباراه صعيبه وكانوا ينتظروا في ربما انه انتفاضه باش تكون للاهلي المصري، ما كانوش ينتظروا في انه يترشح في تونس بالذات، كما صار للاهلي المصري والنجم كسب رابطه الابطال الافريقيه في 2007، ما كانش حتى واحد لهنا في سوسه بعد 0-0 في سوسه في الدور النهائي، صارت 3-1 في ملعب القاهره قدام الاهلي. توقعاتك اخيرا للمباراه؟ توقعات مباراة تكون صعبة، والمباريات الكبيرة هذية يصعب جدا التوقع فيها، لكن باش تتلعب على جزئيات بسيطة، ونتصور أنه الدعم الجماهيري باش يكون لهنا في أولمبي سوسة باش يدعم فريق النجم الرياضي الساحلي، وإن شاء الله اثنين بلاش. للأهلي. لا للنجم الساحلي. لسه مستمرين ومعايا أحد الصحفيات طبعا أستاذة سيلين، برحب بك. عايشك، مرحبا بك سيرين الغضاب من إذاعة سوسة اف ام، إذاعة لهنا بسوسة، إن شاء الله شو نقولوا بالتوفيق للنجم الساحلي غدوة والأهلي، نحن كنا رانا إخوة كيف كيف لتوال ولا الأهلي ما فماش فرق بيناتنا. قولي لي بقى أبرز العناوين هنا في الصحافة التونسية وبالتحديد في مدينة سوسة هنا عن المباراة، بيتكلموا عن المباراة ازاي؟
يتكلموا عادي معناها ان شاء الله بيان سور باش يشجعوا ليتوال بما انهم ساحليه وبلادهم، لكن فماش فرق كما قلت لك، احنا اونفان كنا عرب وكنا اخوه وكنا بلد واحد، يعني ما فيش فرق. الروح المعنويه عند النادي الاهلي مرتفعه اكيد بعد الفوز على فريق الترجي وايضا فريق النجم الساحلي بعد الفوز على فريق اهلي طرابلس. شايفه اجواء المباراه ممكن تكون ازاي في حضور جماهيري هيكون كبير؟ يمكن احنا زي ما احنا عارفين الاستاد بيسعى ل 12000 تقريبا من النجم الساحلي، لكن الاجواء شايفاها ممكن تبقى ازاي؟ ان شاء الله تكون اجواء طيبه، ان شاء الله يكون فما تفاعل كبير يكون ايجابي ما يكونش سلبي، ما نشوفوش مشاكل. تشوف انت ديجا غدوه الاجواء لهنا في سوسه باش تكون احتفالات كبيره برشا، تشوف اجواء ياسر مزيانه. توقعاتك طب ان شاء الله مروحه للتوال بيان سور تتوال. شكرا. ان شاء الله تبقى مربوحه للاهلي. لسه طبعا مستمرين معاك، ودي بعض الاراء وبعض الانطباعات هنا في الشارع التونسي سواء من بعض الجماهير او بعض الصحفيين، لكن بشكل عام خليني اكلمكم عن فريق النادي الاهلي النهارده والبرنامج الخاص بيه. يمكن النهارده طبعا كان في ميعاد صلاه الجمعه هنا في احد القاعات بالاوتيل الخاص بالفريق في مدينه سوسه، هيكون في ميعاد الغدا ان شاء الله الساعه 2:30، هيكون في مران النادي الاهلي ان شاء الله الساعه 6 مساء بتوقيت تونس، الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره ان شاء الله. ايضا هيكون بعد العشاء بالليل في محاضره من كابتن حسام البدري للاعبين لطبعا الحديث والحديث عن هذه المباراه المهمه جدا من فريق النجم الساحلي والاستعداد ليها من كل الجوانب التكتيكيه والفنيه الخاصه بالجهاز الفني واللاعبين. بشكل عام ان شاء الله نتمنى كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. خليني ايضا الفت نظر كل جمهور النادي الاهلي وصول المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي لمواصله رئاسه هذه البعثه، بعثه النادي الاهلي هنا في تونس وبالتحديد في مدينه سوسه قبل يومين من مباراه الاهلي والنجم الساحلي في ذهاب دور قبل النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي اكيد ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه ويحقق نتيجه ايجابيه قبل مباراه العوده ان شاء الله في مصر. يرتب وليد مهدي مدير اداره المباريات بالنادي الاهلي مع سفيان الوردي المنسق العام لفريق النجم الساحلي التونسي اجراءات الحضور في مباراه الاحد المقبل. ومن المنتظر ان ينسق مهدي مع الوردي اجراءات استخراج بطاقات للبعثه لحضور مباراه الاهلي مع النجم الساحلي، بالاضافه الى حضور جمهور الاحمر بجواز السفر. ويواجه الاهلي النجم الساحلي الاحد المقبل على ملعب سوسه في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وعن رأي الصحافة التونسية في مواجهة النجم والأهلي، أكدت وسائل الإعلام التونسية أن فريق النجم الساحلي سيخوض الاختبار الأصعب في مشواره بالنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقي مع الأهلي يومي 1 و22 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي. وقالت جريدة الصحافة أن مواجهة النجم الساحلي نظيره الأهلي أصعب من نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تأهل الفريق التونسي. وأضافت الصحيفة أن النجم الساحلي مطالب بالتعامل مع مواجهة الأهلي بجدية وتركيز وعدم المجازفة بالدفع بلاعبين ليس لديهم خبرة أو خبرة التعامل مع مثل هذه المباريات. وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن إدارة نادي النجم الساحلي رصدت مكافأة مالية ضخمة لتحفيز اللاعبين على تخطي عقبة الأهلي وتحقيق حلم الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأكدت الصحيفة أن الفريق سيخوض مرانه الأساسي اليوم الجمعة تحت قيادة مديره الفني الفرنسي هيبار فلوريد، المدير الفني للفريق الذي استقر على ملامح التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الأهلي.
ألقى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الضوء على المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقي النجم الساحلي التونسي والأهلي الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في إعادة للنهائي القاري قبل 10 سنوات. ذكر الموقع الرسمي للفيفا أن الأهلي يسعى لإقصاء فريق تونسي آخر في مشواره نحو تحقيق اللقب للمرة 9 في تاريخه بعدما تخطى الترجي التونسي من الدور ربع النهائي. وأضاف مهمة الأهلي في حجز بطاقة الصعود للنهائي لن تكون سهلة لا سيما وأن النجم الساحلي سيسعى جاهدا للإطاحة بفريق جديد يحمل اسم الأهلي بعدما تغلب على أهلي طرابلس الليبي في الدور ربع النهائي. أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بالثنائي علي معلول وعمر مرعي نجمي الأهلي والنجم الساحلي التونسي قبل المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين في 7:30 مساء بعد غد الأحد بالملعب الأولمبي في سوسة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وذكر الموقع الرسمي للكاف أن مرعي كافأ مدربه التونسي كوبير فلود بإشراكه في مباراة أهلي طرابلس الليبي التي أقيمت الأحد الماضي في إياب الدور الربع النهائي دوري أبطال أفريقيا بدلا من البرازيلي الموقوف ديوغو أوكستا وتمكن من تسجيل ثنائية الفوز على أهلي طرابلس في حين تمكن معلول من تسجيل هدف مهد الطريق أمام الأهلي لإسقاط الترجي بنتيجة 2-1 في إياب ربع النهائي الذي أقيمت السبت الماضي بملعب رادس. أكد فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الترجي التونسي أنه ما زال يعاني من كابوس الخروج من الدور ربع النهائي أمام النادي الأهلي. وقال البنزرتي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الحديث عن أسباب الهزيمة أمام الأهلي والخروج من مسابقة دوري أبطال أفريقيا: أعترف بأنني ارتكبت العديد من الأخطاء بجانب اللاعبين وهي الأخطاء التي سهلت من مهمة الفريق المصري في تحقيق الفوز. أعيش حاليا في كابوس لم أستطيع الخروج منه حتى الآن. وتابع: لن أعود للتدريب في تونس حال رحيلي من تدريب الترجي. يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري فريق الوداد البيضاوي المغربي في 7 مساء اليوم الجمعة على استاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. كان اتحاد العاصمة قد تأهل للدور نصف النهائي عقب تعادله مع فريق فروافيارو المزنبيقي سلبيا في الجزائر مستفيدا من التعادل الإيجابي في موزمبيق بهدف لكل فريق. وتأهل الوداد البيضاوي المغربي على حساب فريق سان داونز الجنوب أفريقي. من دوري الأبطال إلى قطاع الناشئين، حقق فريق الأهلي تحت 16 عاما فوزا ساحقا على نظيره الرجاء بثمانية أهداف نظيفة قبل أن ينسحب الفريق المطروحي ويلغي الحكم اللقاء الذي أقيم ضمن دوري الجمهورية للناشئين مواليد عام 2001. وسجل الأهلي 8 أهداف حتى الدقيقة 60 من عمر اللقاء. يتساقط لاعبو الرجاء في أرض الملعب بداعي الإصابة ويضطروا لمغادرة المباراة ليلغي الحكم اللقاء بعد وصول عدد لاعبي الرجاء إلى 6 أفراد فقط. ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات وسجل الفريق
18 هدفا ليصبح اقوى هجوما بالمسابقه، ولم تستقبل شباكه اي اهداف. الى اتحاد الكره، اكد اسماعيل نبيه اسامه نبيه مدرب المنتخب الاول ان هناك عدد من اللاعبين في بطوله الدوري المصري الممتاز يمتلكون امكانيات مميزه تؤهلهم للعب في صفوف المنتخب الوطني خلال الفتره المقبله. واشار نبيه الى ان ظهور عدد من اللاعبين بشكل مميز في مباريات الدوري على راسهم هداف المسابقه حتى الان عمر السعيد لاعب الانتاج وعمر بسام لاعب الاسيوطي جعلهما محل اهتمام الجهاز الفني. واضاف مدرب المنتخب ان كل اللاعبين المتالقين مع انديتهم مرشحين بقوه لتمثيل الفراعنه، ولكن ليست في الفتره الحاليه خاصه وان هذه الفتره لا تحتمل اي تجارب. يذكر ان منتخب مصر يستعد لمواجهه الكونغو يوم 8 اكتوبر المقبل بالاسكندريه ضمن الجوله الخامسه للتصفيات المؤهله لكاس العالم. تلقى منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح عرضا لمواجهة انجلترا وديا في شهر نوفمبر المقبل. ورفع خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب الشاطئية والصالات عرض ودية انجلترا على مجلس الجبلية للبت فيه. يستعد منتخب مصر لكرة الصالات لكأس الأمم الأفريقية في يناير 2018. أعلن المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة دعمه لأحمد حسام ميد المدير الفني لفريق الكرة بعد الخسارة من سموحة بهدف نظيف في مباريات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز. وكتب سامي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: كل الدعم لميد ومديرنا الفني. مشروع 3 سنوات لن يتأثر بنتيجة 3 مباريات، وكان دجلة بدأ الموسم بخسارة 3 مباريات أمام المصري وطنطا وسموحة، بينما حقق فوزا وحيدا على إنبي ليقبع في المركز 12 برصيد 3 نقاط. قرر مسؤول نادي سموحة صرف 8000 جنيه لكل لاعب بعد الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الخميس ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري. وطالب فرج عامر رئيس النادي الجهاز الفني واللاعبين بالاستمرار في القتال على 3 نقاط في كل مباراة رغبة بالاستمرار في المنافسة على درع الدوري. يعود الفرنسيس بيسيان ديسيابر المدير الفني للإسماعيلي لقيادة التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل. ويقود محمد وهبة المدرب العام تدريبات الدراويش لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بعد تمديد أجازة ديسيابر في فرنسا ليومين إضافيًا. ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي منتصف شهر أكتوبر المقبل في الجولة الخامسة للدوري. الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف.
إلى متابعة الألعاب الأخرى، تأهل كريم عبد الجواد إلى نصف نهائي بطولة سان فرانسيسكو المفتوحة للسكواش المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية. تغلب كريم على زميله طارق مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت ما يقرب من ساعة بنتيجة 4-11 11-5 11-8 11-8. ويواجه كريم في النهائي لاعب بيرو دييجو إلياس، بينما يواجه محمد الشرباجي اللاعب الإنجليزي جيمس ويلسترو. نطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع نستكمل نشرة الساعة 6 مساء من قناة النادي الأهلي. أهلا بكم مجددا وإلى جولة في الملاعب العالمية، والبداية من أسبانيا. أعلن ريال مدريد الأسباني عن تجديد عقد لاعبه الدولي ماركو إسينسيو حتى عام 2023. وقال ريال مدريد في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن إسينسيو وقع العقد جديد يربطه بالنادي الملكي حتى يونيو من عام 2023. وذكرت تقارير صحفية أسبانية أن الريال وضع بندا في عقد اللاعب يفيد بأن الشرط الجزائي لرحيله هو 500 مليون يورو. قرر نادي برشلونة الأسباني إنهاء أزمته مع البرازيلي نيمار نجم الفريق السابق الذي انضم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل ودي. وذكرت صحيفة مونديو دي بورت فيو الأسبانية أن النادي الكتالوني يقاضي نيمار بسبب حصوله على 8.5 مليون يورو كمكافأة لتجديد عقده قبل أن يفسخه وينضم إلى باريس سان جيرمان. وأضافت الصحيفة أن نيمار قرر اللجوء للمحكمة أيضا مطالبا بالحصول على 26 مليون يورو قيمة الدفعة الثانية من مكافأة تجديد عقده في 2016. تعرض الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي لحادث سير فجر اليوم الجمعة في هولندا وأصيب على أثرها بكسر في الضلوع. وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد حجم إصابته وفترة غيابه عن الفريق. أعلنت الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فوز اللاعب كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة. كان الموقع قد طرح التصويت للجمهور لاختيار اللاعب الأفضل هذا الأسبوع، ورشح للجائزة كل من كريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا وهاري كين ولوكاكو ونستيسيا وفينيست وأبو بكر وهوجين وكيفن وبراين. وحصل برونالدو على نسبة 35% من تصويت الجمهور، تبعه نيمار بنسبة 27%. كان رونالدو قد أحرز هدفين وقاد ريال مدريد الفوز على بورسيا ديترمويند في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف.
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف النجم الإنجليزي ديلي إيلي مباراة دولية واحدة، وذلك عقب إشاراته الخارجة في مباراة منتخب بلاده أمام سلوفاكيا الشهر الماضي. وسيغيب عن المباراة سلوفاكيا المقرر لها 5 أكتوبر المقبل، لكنه سيشارك في مباراة منتخب بلاده أمام ليتوانيا يوم 8 من نفس الشهر. وكان إيلي قد أكد أن إشاراته الخارجة هي مجرد مداعبة مع زميله في الفريق كايل والكر، إلا أن الاتحاد الدولي قرر معاقبة اللاعب بالإيقاف. دخل الفرنسي أوليفر جيرو مهاجم أرسنال تاريخ ناديه بعد تسجيله الهدف رقم 100 في مسيرته مع النادي اللندني في شباك باتي يورسوف البيلاروسي. ووقع جيرو على هدفه رقم 100 من خلال تنفيذ ركلة جزاء بنجاح في شباك الفريق البيلاروسي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للدوري الأوروبي. وانضم جيرو إلى أرسنال قادما من مونبلييه في 2012، حيث سجل 100 هدف مع الفريق اللندني في مختلف البطولات التي شارك بها. سيظهر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعيدا عن ملاعب كرة القدم كما اعتاد عليه محبيه، حيث يظهر في ساحات المحاكم الأسبانية. وسيخضع مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي للمساءلة من جانب المحكمة بشأن قضايا تهرب ضريبي لعدد كبير من نجوم الدوري الأسباني خلال فترة تدريبه لريال مدريد بين عامي 2010 و2012. وتأتي محاكمة مورينيو قبل يومين من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي ضمن مباراة الجولة 11 يوم 5 نوفمبر المقبل. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من بوابة الأهرام. الأهلي يطالب إدارة النجم الساحلي بمدرج كامل خلال موقعة سوسة. استعدادا للنجم تغيير اضطراري في تشكيل الأهلي. المساء الفيفا يرشح الأهلي لعبور عقبة النجم. وفي الوفد فحص طبي جديد للشيخ وعاشور في الأهلي. وفي المصري اليوم البدري يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة النجم. وفي الوطن سبورت البدري يعيد ترتيب أوراقه ويلجأ لهشام ونتفيد قبل مواجهة النجم. وفي الشروق الأهلي يواصل تحضيراته النهائية لموقعة النجم الأفريقية. وفي البوابة نيوز الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطي النجم. وأيضا في فيتو محمود طاهر يصل تونس لرئاسة بعثة الأهلي أمام النجم الساحلي. وفي دوت مصر الأهلي يتدرب على الملعب الفرعي لاستاد السوسة. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة 29 سبتمبر عام 1950،
فاز الأهلي على السكة الحديد بثلاثة أهداف لهدف في افتتاح النسخة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز المصري. وقيمة المباراة على ملعب الأهلي بالجزيرة، سجل الأهلي فتحي خطاب هدفين، فؤاد صدقي هدف. وأيضا زي النهاردة عام 1992 فاز الأهلي على القناة في افتتاح الجولة الثانية للدوري بهدف حسام حسن. أهدر حسام حسن ضرب الجزاء في الشوط الأول من المباراة ثم أحرز هدف الفوز للنادي الأهلي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار الساعة 6 مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.